بيروت انترناشونال عم ننقلكم هالجيم، هالجيم كتير 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 مهم ببطولة لبنان السنة. ليش الجيم مهم؟ لأنه عم يلعب بين أنيبال يلي هني بالمركز الأخير، عم يلعب ضد بيبلوس بالمركز قبل الأخير. اليوم في معركة لمين بيهرب من مركز الأخير، يعني إذا أنيبال بيربح على بيبلوس بيصير بيبلوس بالمركز الأخير وأنيبال قبله. فالمباراة كتير مهمة للمعركة لمين يضل بالدرجة الأولى. خلينا نحكي مع كوتش داني. أول شيء كوتش أكيد أنيبال زحلي. كوتش مثل ما شفت أجواء، الأجواء كتير مرتاحين، كتير مبسوطين، أنتو فايتين بالجو. حسن طوبي، حسين طوبي مثل ما فهمت رجع إن شايب، رح يلعب اليوم منيح، هيك هو اللي وعدني فيه. وفي لاعب جديد جبتوه من دبي هو داخل. أول شيء بونسوار لك، يعطيك العافية وليد. نشكر جمهور زحلي لبى النداء اليوم 100%. هاي أهم شغلة، عم نلعب على أرضنا لازم يكون في جمهور أنيبال، وهذا معودنا عليه جمهور زحلي. هاي الجيم دو أور داي، ما فيش عندنا حل تاني، مجبورين نربح. قلنا 2 ويكس عم نتحضر، كان عندنا جيم دينامو ما تحضرنا، كل الوقت كنا عم نتحضر لجيم بيبلوس، وإن شاء الله اليوم نقدر نطبق اللي تمرنا عليه، وإذا الله راد نقدر نعمل نتيجة. طيب هيدا أهم جيم السنة مثل ما قلنا، شو رح يعطي دفع داخل وحسين طوبي بهالجيم؟ هلا حسين طوبي كان معنا من الأول، طولنا بيننا عليه كتير، حرام اجته كورونا أخرته شوي، بس الحمد لله صار إن شايب. طارق داغر كان يلعب معي بالعمل بالطيا، بعرفه كتير منيح، وعنده وقت يجي يساعدنا، فارتقينا إنه عنا مطرح فاضي مضي معنا يعمل شيء بوش للفريق، إيفن إنه لو ما لعبني كتير، بس بمجيته وعمل شيء للفريق بوزيتيف، إن شاء الله نقدر نستفيد منه. يلا يا رب. طيب شو بتوع جمهور الزحلي اليوم؟ في ربح؟ إذا الله راد نحن كتير محضرين، والأجواء كتير إيجابية، والتوفيق من عند الله، إن شاء الله بيكون خير. يلا جود لك. ميرسي إلك. خلينا نحكي مع كوتش كاسبار. كوتش كاسبار عم تعرف شايفك. شو خير؟ طارق كتير عم جاني وعم تضرب على اجري، عم تنبل اجري كلها سوا. ليه هيدا من العمر؟ هيدا منا؟ من العمر؟ لا، انت حاسس بشيء؟ انا صغير صغير. انت على السلامة، ما في اهضم. ثانك يو. كوتش كاسبار، اليوم الجيم كتير مهم للفريقين، اذا بتربحوا بتبعدوا عن انيبال جيمين، تقريبا بتصيروا بسيف زون، تقريبا فينا نقول بسيف زون. اذا هن بيربحوكم والعيد. صح. هن جايبين، عم بيقولوا حسين توبي صار فولي ان شيب، وعم بيقولوا جايبين داغر من دبي. كيف محضر؟ عندك نقص؟ شو وضعك؟ شو رح تعمل؟ ليك نحن عندنا باسل تايدين تيست بوزيتيف، بتمنى له شفاء، الحمد لله ما في عوارض. سلامتو. ما قدر، ناقصين اليوم باسل. كيف محضرين؟ ليك فريقنا، انت عم يعني انت كل الجيمات عم تعلمهم، المشكله بفريقنا عم نبلش كتير عاطلين، بيجي بتاني هاف عم نرجع نسكر الفرق ونرجع نمشي بالجيم، بس اوريدي عم نكون حاملين هيدي ال 10 8 بوينتس 14 بوينتس 12 بوينتس عم يكونوا باول كوارتر، وبيضل عم نحكي مع الفرق يلي مستوانا. نحن الليج اليوم مقسومه، صح ولا صح؟ I cannot compare my team لرياضي، لا 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 حكمة، لا حكمة أكيد، لبيروت دينامو شانفيل حتى. سو حضرين وعارفين قد ايه مهم هيدا الجيم، سو إن شاء الله نكون موفقين ونلعب مثل ما نحن بنحب نلعب، لأنه بلشنا البطولة بطريقة كتير جيدة، يعني عملنا أول 2 جيمز كتير حلوين، بعدين عملنا دروب، علاجنا المواضيع كلها سوا، إن شاء الله اليوم نكون بصورة كتير حلوة. طيب اليوم ما كتير برد شوي، رح يأثر عليكم هالشيء؟ لا لا، ملعبنا أسقع من هون. عظيم، يعني معودين على الجيم. هيدا جيم اوف ذا ويك إذا فينا نقول. إن شاء الله. جود لك إلكم، وخلينا نشوف جيم حلو اليوم. ميرسي، يلا، يعطيكم العافية. مثل ما عم نشوف مبسوطين إذا فينا نقول أنيبال بالجو. موسيقى قبل الجيم، موسيقى حماسية. زحلي يا دار السلام، والعاني والعاني اليوم محضرين حالهم كتير منيح.
في جمهور لا بأس به. وجيم مثل ما قلنا للعظم، الكل بده يعطي كل شيء عنده لأنه هيدا أهم جيم للفريقين السنة، أهم جيم. فريقين لازم يربحوا وما في ما في غنى عن الربح. يعني مثل ما قلنا أنيبال زحلي بآخر مركز يلي هو الـ 11 بعد ما ربحان ولا جيم. بيبلوس بمركز العاشر ربحان جيم واحد كان ضد أطلس. هيدا الوضع للفريقين. الفريقين حاضرين، بدنا نشوف. حسين توبي وعديني، يعني حسين توبي قال لي شخصيا، قال لي انا شوف اليوم غير حسين رح كون احسن بكتير من الحسين اللي شفته. واكيد داغر جايبينه من دبي بيقولوا انه كتير منيح، انا شخصيا ما بعرفه منيح. اليوم بنشوف كمان من إدارة نادي زحلي بياخدوا صورة مع فريق بيبلوس. ماتش مثل ما عم نقول رح يكون حلو، رح يكون الجيم كتير حلو. قلنا كوتشيت اثنين حكينا معهم، إسحاق جسبار، جسبار إسحاق وداني عموس. إسحاق هو كوتش بيبلوس، داني هو كوتش أنيبال. حكمنا الثلاثة اليوم زياد طنوس، أبي جبرايل، كلود أبي جبرايل، والحج روبير حج، ريشار حج، ريشار. آخر تعليمات الكوتشز اثنين قبل ما يبلش الجيم. ستارتر بالفريقين عم نحكي عن أنيبال، منبلش ببشارة سيبا. داغر مبلش الجيم، أكيد طارق داغر مبلش الجيم اليوم. بسرعة فات أول خمسة، غسان أبو طقة، كريس معلوف وطارق متري. هدول خمسة ستارترز بفريق الأبيض يلي هو أنيبال. بفريق الأزرق الخمسة ستارترز رح يكونوا جورج سعيد، جورج سعيد خيون للشباب اللي بيلعبوا لعبوا درجة أولى ولعبوا كتير بالباسكت عطوا. ويليام صوان، ويليام صوان، رشيد وطني. النشيد الوطني مثل ما قلنا جورج سعيد، ويليام صوان، توفيق صقر، بشارة بستاني وسلوم، جوي سلوم. ناطرين مثل ما قلنا لكم بيبلوس بالأزرق، أنيبال بالأبيض. جيم حلو كثير اليوم. رح جرب قد ما فيي اقرأ الكومنتس اللي عم تقولون انتو على الجيم. رح جرب لاحق قد ما في، يعني مبارح بصراحة الكومنتس كانوا كتار وما قدرت لحقت اتفاعل مع جمهورنا اللي عم يحضر الجيم. اليوم بدنا نجرب، اعطونا ارائكم بالجيم على صوت بيروت انترناشونال اس بي اي، اعطونا كومنتات واعطونا ارائكم. جامبول بتروح على الطائري عند كريس، كريس ما بيحط الطاقة، ما بيجيب الريباوند، صوان بيجيب الريباوند. لنشوف إذا صوان رح يلعب تحت السلة اليوم. صوان بيلعب لا سعيد،
سعيد لتيني ميل بشارة عم نشوف من ديفنس بشارة لبرا للصوان صوان بفوت على الباسكت ابو طقة بيضايقه كمان فاول على بشارة فاول الاول بالجيم اول فري ثرو اول نقطة بالجيم لجورج سعيد تاني فري ثرو كمان 2-0 فول كورت مان مين مرك المشارة لازم يقرب عليه هذا الصوان متري دفاع بريشر كتير قوي من السلوم على متري دبلو مع متري ثلاثة ما بيحط اول شوطة لطارق داغر بالجيم وببطولة لبنان كمان صوان بيلعب باونس باس ما بتفوت جورج بيجيب الاوفنسيف ريباوند بحط نقطتين اربعة جورج انيبال صفر طارق متري عم يشوف مان تو مان من الفريقين بس عم بيكون بريشر على الطابة كتير ليكو هلا ما في بريشر على البوينت جارد عم بيكون بريشر من بيبلوس كمان تيرن اوفر جورج سلوم صار بيلعب باونس باس للصوان صوان مثل ما بلش لهلا عم يلعب من برا سلوم خدها يا سلوم خدها الطابة بتضل مع بيبلوس صار سلوم صوان بيلعب باس حلو جورج سعيد ووكينج محمد سكيف هو هداف فريق بيبلوس ب 14.3 نقط ما نبلش الجيم اليوم بدنا نسأل ليه متري عن جديد داخل متري كاتي صعبة بتروح على الصقر باوس باس للصوان تيرن اوفر توصل عاد كريس باوس باس لابو طقة ابو طقة بحط اول نقطتين بالجيم لا انيبال 4-2 اوفنسيف فاول بشارة طارق ثلاثة إيربول طابة مع بيبلوس صوان فاول اوت اوف باونس مع بيبلوس
صوان صوان بيلعب 1 1 بفوت على الباسكت ما بيحطها. 2 فري ثروز لصوان. صوان معدله 10.9 نقط بالجيم، 5.9 ريباوند و2 اسيست، هدول معدلاته بالجيم. اول فري ثرو له ان، ثاني فري ثرو ما بيحطها، اوفنسيف ريباوند وباسكت لسعيد، سادس نقطة لسعيد. 7-2 بيبلوس. بعدهم ما فاتوا بشو الجيم، عم بيحكي عن انيبال. طارق داغر، طارق داغر بفوت على الباسكت، تيرن اوفر، بتصور بده شوية وقت ليتأقلم مع الفريق. صار صار بياخذ سكرين، بفوت على الباسكت all the way، صار بحط اول نقطتين له. 9-2 بيبلوس. شارة متري، طارق بفوت على الباسكت بيلعب لبرا بتبرم، ثلاثة كمان اير بول، ليكو ليكو الباس الطويل على الفاست بريك للصوان، الصوان بحط 11-2. ثالث نقطة للصوان، تايم اوت سريع لانيبال. عطول عم ببلشوا عاطل بالجيمات بيبلوس، اليوم بلشين روعة. 11-2 بأول هاي الفاست بريك، صوان عم يركض على الفاست بريك، بدك تساعد تحت على الدفاع، بدك تلم ريباوند صوان. 11-2 لبيبلوس، تايم اوت لنشوف كوتش داني شو بده يحكي بهالتايم اوت. برجع بقلكم كل الفرق لازم توصل الطابة للسنتر ضروري، يعني مثل ما شفنا عم يقدر يلعب على البوست تحت السلة. عم بحكي عن سعيد، سعيد صار حاطط 6 نقط تحت السلة. أبو طقة لازم يستلم الطابة تحت السلة، لازم يستلم يلعب على البوست ويرجع يلعب لبرا ضروري، إذا ما قدر يحط يرجع يلعب لبرا. بدك تنوع اللعبة على طول بنحكيها. متري فات لمحمد، متري عن جديد طرفة، مشارة كريس معلوف، كريس معلوف يفوت على الباسكت بيلعب لبرا عن جديد لبشارة، بيخلص الوقت. شوفوا الوقت وشوفوا يا شباب، شوطوا أكثر من مرة. هلأ زون ديفنس، عم نحكي من أنيبال 2-3، لنشوف كيف يتعامل معه بيبلوس. عم تبرم صح، توصل للصغر على الزاوية، بتصور ذكية من كوتش عموس يلعب زون بهالفترة من الجيم. متري رجع له كريس، عجر وحده فلوتر ما بيحط، الطاقه بجرب يعمل تب ما بيمشي الحال. انتبهوا معي كيف ما عم توصل الطابه لغسان جوا على البوست. صوان بفوت على الباسكت بياخذ الفاول، 2 فري ثروز للصوان.
فاول واضح. تنوري بفوت على الجيم. اول فري ثرو صوان ان شوطه حلوه، كيف تطلع كيف بيانطرها حلوه. ثاني فري ثرو صبناه بالعين، بيجيب الاوفنسيف ريباوند بشاره، ترجع لبشاره، بشاره بشوط ثلاثه، الريباوند للمتري. برافو، هيدا الركض الصح وهيدا الشغل الصح. 12-4 لبيبلوس. بستاني عن جديد، بستاني تاني عموس المدرب رح يلعب معهم. اوت تيرن اوفر، المدرب داني عموس رح يلعب. لنشوف كيف بيبلوس بيتعامل مع الزون. غسان متري، غسان عم يستلم برا، بيرجع بعيد لمتري، حلوة حلوة. متري لازم يحط اوفنسيف ريباوند كمان من تنوري، لازم يحط. لا يا شباب لا، بدكم تحطوا. تاني ميل بيلعب باس حلو، بيقطعها كريس، طابة بتضل مع بيبلوس. out of bounds. كمان انذار من كلود ابي جبرائيل الحكم للاعبين بتكنيكال فاول. سلو تبرم، تبرم صح. كمان صوان عند الصقر، الصقر بفوت على الباسكت، بيلعب الباس ما بيحط بمضايقه الدفاع. عم نحكي عن سعيد كريس معلوف، فوت على الباسكت بيلعب لغسان، فاول. صاروا انيبال بالفاول ترابل، بس بيبلوس بعده تاني فاول. ثلاث دقايق ليخلص هالكوارتر. متري لتاني ميل عن جديد، ستيل بتروح ودغري على الفاست بريك للصقر، الصقر بحط طاقتين، الصقر رابع نقطة للصقر. 14-4، أربع نقط بس لهلا بهالكوارتر. كريس ثلاثة كمان ما بيحط. تاني ميل باوس باس حلو كتير، حلو كتير. اول واحد تريلر كان سعيد ما حطه، تريلر التاني صوان بحط التب. ديفنس وين كنت ترجعوا ترانزيشن ديفنس. متر كاتي قوية كمان. تاني ميل عند الصوان، الصوان ما بحط. يا شباب تحت السلة بدنا نحط فاول. بدنا نروق، بدنا نروق يا شباب، بدنا نروق عادي. فاول لعيب عصب ما فيها شيء، حكام عم بهدوا الوضع. صوان عم يعتذر لكريس. رواق رواق يا شباب. فاول على الصوان، الطابة مع نيبال. 16-4، دقيقة و 53 ثانية ليخلص الكوارتر الأول. 16-4 بس، أربع نقط حاطين بهالكوارتر نيبال، لازم يغيروا بطريقتهم. تكنيكال فاول على بنش نيبال.
صائر راح يشوت تكنيكال فاول. فاتوا كلهم على الملعب تكنيكال فاول. تاني مرة بيطلعوهم برات الملعب. هيك الحكام عم بيقولوا لكوتش عموس. صائر فري ثرو ان. نقطة الخامسة للصائر. طابة مع انيبال. ليه طابة مع انيبال؟ عادة وقت يكون في تكنيكال بتكون الطابة مع الفريق اللي بيشوت تكنيكال. هالمرة لا، لأنه الطابة كانت مع انيبال وقت صار التكنيكال فاول. مين؟ كريس يلعب لغسان. طابة بتضل. هاي أول مرة يمكن توصل للسنتر من أنيبال بها الكوارتر. غسان برد. كوتانوس كمان ستيل بتوصل عند غسان. غسان ما بيحط. أندريه بجرب يجيب الريباوند ما بيقدر يخلصها. بعدنا عم نشوف زون 2-3 من أنيبال. صاير صوان سلوم. سلوم بياخد الفاول. فات بهالعجقة ضايق نط ما شايف وين السلة ما شايف وين أصحابه. ما تعمل فاول، ما حدا لازم يعمل فاول. هلا بالفاول ترابل. 2 فري ثروز للسلوم. أول فري ثرو برا بعد ولا تغيير بفريق بيبلوس بهالكورد وبالجيم لهلا. كمان ما بحط الثاني سلوم. شوفوا بريس بتروح تبرم كان لازم يلعبها لجوا. ثلاثة ما بتفوت عن جديد. ثلاثة جديدة ثلاثة بحطة رامي بوتانوس 17-7. هيدي أول ثلاث نقط بالجيم. واحد من سبعة على الثلاث نقط لأنيبال. اثنين ثلاث نقط واحد دي ولا واحدة بيبلوس. 26 ثانية وستيل. أنا برأيي سريعة بحط الباسكت. كريس أول نقطتين له. 12 ثانية ليخلص الكوارتر الأول. صوان بيجروا مظبوط. تيراني من ثواني بيرجع بفوت. طارق متري بده يفوته محل مين؟ محل كريس معلوف. حج كمان بفوت على الجيم. اكيد رح يقلبوا مان باخر 8 ثواني من الكوارتر الاول. بستاني بيلعب لصوان. صوان فيك فيك تاني تبرم صح عند السلوم على الثلاثة. السلوم ما بيحط. الريباوند للديراني وبيخلص الكوارتر الأول 17-9. يعني تسعة حطوا خمس نقط بآخر دقيقة. عم بحكي عن أنيبال وبأول تسعة دقايق من الكوارتر الأول حاطين أربع نقط. إن شاء الله يكونوا فاتوا بالجو لنشوف جيم حلو. هداف الجيم لهلا هو ويليام صوان بست نقط. هو واكيد جورج سعيد. جورج سعيد اكثر لاعب عامل ريباوندز اربعه واكثر لاعب عامل اسيست اثنين
كريس معلوف. تايم اوت اكيد. اكيد عم بيعطوا تعليمات هون. برجع بعيد، ما عم توصل الطابه لتحت السله من للسنتر، عم بحكي فريق انيبال، وهيدا مشكل. الكوردر الثاني حج على الملعب، برجع بذكركم كمان مرة بحكمنا الثلاثة اليوم يلي هن زياد طنوس، كلود أبي جبريايل، وريشار الحاج. بيبلوس عم تبرم صوان بالثاني، باوز باس ما بيحط سعيد من تحت السلة، عم نشوفها بكثير جيمات من بطولة لبنان السنة، لاي أبس أو تحت السلة برا ممنوع. ثلاثة قوية، بجرب تنوري سلوم حاج ستيل من محمد طرفة، بوتانوس رامي طرفة، خليها كتير بيده، عم يمرق الوقت. تسعة ثمانية ستة، رامي ما بيحط دغري عند الحاج، حاج بفوت على الباسكت بيلعب باونس باس، كمان ما بيحط قديم سعيد، بيجيب الاوفنسيف ريباوند كمان ما بيحط، وبيجيب الاوفنسيف ريباوند كمان مرة. شو هاي؟ ثلاثة اوفنسيف ريباوند. بس لازم تحط سعيد، هلا بقول لاخواتك طرفه ما بحط. صوان باونس باس للحاج، الحاج بيته الشمال فاست بريك، عم يلعب بيبلوس منيح من تبليش الجيم لهلا، عم يلعبوا كثير منيح بيبلوس. انيبال منهم منيح على الاوفنس، منهم منيح وعلى الديفنس كمان، ما عم يرجعوا بسرعه لورا، عم ياخذوا كثير فاست بريكس. عم بيحكي رامي بيلعب للديراني، الديراني بفوت على الباسكت اوت مع بيبلوس. جورج سعيد بعد جورج سعيد بعد النزلة هاي صار عنده 8 ريباونز، بنزلة واحدة جاب 3 ريباونز، لكن 6 نقط و8 ريباونز لجورج. بس ثاني صوان، ليكو صوان وين بيلعب؟ بيلعب برا. بيرجع بيفوت طرفة محل تنوري، تسعة عشر تسعة. كريس لرامي بيلعب للديراني، كريس عن جديد، كريس جرب يفوت على الباسكت، عجقة كتير محل ما عم تفوت يا كريس. صوان حج
باونس باس بيقطعها الطرفه بيلعب لرامي، رامي بفوت على الباسكت بياخذ الفاول. فاول على كل فريق بالكوارتر الثاني، فاول واحد. هذا الفاول كان على عبده. طرفي بفوت على الباسكت بياخذ الفاول من عبده، فاولين سريعين على عبده واثنين فري ثروز للطرفي. ما بدي نق بس عم تشوفوا شو عم بيصير، بدي ارجع عيدها، لازم توصل الطابه للسنتر من جوا من برا بيلعبوا لجوا. اول فري ثرو للطرفي برا، بيلعبوا بجرب يعمل موف بيضبوا عليه بيلعب لبرا بيفضوا، مش على طول نلعب من برا لجوا. شوفوا بيبلوس حتى بيجربوا يعملوا بنتريشن بيلعبوا الباونس باس، بس كمان ما عم يلعبوا الباس للسنتر داروا على السله. عم نشوف بريس، شوفوا الدبل تيم، بريس حلو هيدا، بريس حلو. تاني ميل كسروها وبيفوت صوان على الباسكت بياخذ الفاول، اثنين فري ثروز للصوان. صوان اليوم ست نار. نقطة السابعة لصوان. لينكولن معدلوا 10.9 نقط وست ريباوندز. تاني فري ثرو برا، ريباوند عالي هالمرة لرامي. لكريس باونس باس بفوت على الباسكت، كريس بياخد الفاول، اثنين فري ثروز لكريس. ليكو باخر جيم كان عم يلعبوا انيبال، كريس باخر الكوارتر، باخر كوارتر حط شي 8 نقط اذا ماني غلطان، كان انفولفد اكثر، لازم يفوت بجو الجيم عن بكير كريس معلوف. اول فري ثرو لكريس ان، كمان كريس عنده 11 نقطه معدل. عشرين كريس معلوف رابع نقطة. نشوف البريس فول كورت 1-2-1-1 1-2-1-1. بكون ترجعوا بسرعة. لا اوه عم جرب يكبس، كان الصوان حلوة وفاول من الديراني، فاول حلو هيك الفاول. شوفوا عبيت لا يكبس هيك الفاول، يا ما بتحط السلة يا تركه يحطها، ممنوع باسكت ان مع فاول. اول فري ثرو ما بحطها صوان. ثاني فري ثرو كمان ما بحط، ريباوند عالي للبس ثاني. كيف كيف بجيب اوفنسيف ريباوند على فري ثرو؟ هيدا اهم شيء للبوكس اوت، كثير هيني، ممنوع يفوت يجيب اوفنسيف ريباوند. لبس ثاني جاب اوفنسيف ريباوند وصاروا بالفاول ترابل. لبس ثاني اول فري ثرو برا، بالثاني بعد ما حط ولا نقطة اليوم، لا هو ولا سلوم. وهن مع الصوان ما تغيروا بالجيم، لاعبين كل الجيم لهلا. متري بجيب الريباوند، مش متري هيدا، داغر طارق داغر. محمد طرفة رامي ثلاثة بهات، رامي تاني ثلاث نقط إلو، تاني ثلاث نقط لرامي. أبو طانوس
بنزل فرق لخمسة. ست دقايق لا يخلص الكوارتر الثاني الهاف الأول. عم تبرم صح عبد الحاج، دفاع كتير منيح هالزون، وستيل من المتري، ستيل من المتري، متري بيده شمال بحط تايم اوت. بيبلوس بوقته 20-17 عم يلعبوا دفاع أنيبال زون 2-3 كتير حلو. الجمهور ولع، الجمهور ولع، عم يلعبوا 2-3 تبوا ما عم يقدروا يرتاحوا، عم يسكروا البيس لاين. وقتها بدو يفوتوا الجاردية من البيس لاين، عم يسكروا البيس لاين، ما عم بيكون في اثنين من الدفاع عم بيدافعوا على واحد. هيدي وحده من الاي بي سي تبع الزون، ممنوع اثنين يجوا يدافعوا على واحد، بيركضوا اثنين اللي بيسبق بياخذوا الثاني بيروح لمحله وبيرجع، ممنوع اثنين يدافعوا على واحد. عم يشتغلوا شغل صح هذا دفاع الزون، وما عم نشوف يعني اللي عم يزبطوا فيهم أنيبال بهالفترة عم بيكونوا على الفاست بريك مثل اللي جرب يكبسها. عم نحكي عن صوان وعمل فاول عليه ديراني، هيدول على البريس، هيدول اللي عم يزبطوا عليهم، غير هيك على سيت اوفنس ما عم يقدروا بيبلوس يتصرفوا على الزون. بعدنا ما شفنا صقر على الملعب، بدنا نسأل ليه. بذكركم انه صقر هو هداف الفريق ب 14.3 نقط، عم نحكي لبيبلوس وراه شارب ستاني ب 13.2. شفتوا هلا صار في اثنين عم يدافع عليه، فوت الصواد. بعدنا عم نحكي ريباوند هذا الطرفي، طرفي لازم يهدي، بيهدي بيلعب لرامي، رامي بول اب ريباوند، وتاني ميل بسرعه بيلعب للصقر. ها وصلت للسنتر من المرات القليله اللي بنشوفها عم توصل للسنتر على البوست. سلوم عجيد للصوان، ستيل من الطرفي عن جديد، طرفي ثلاثة تشيلسي ما بتفوت، ريباوند لطارق داغر، طرفي عن جديد رامي ثلاثة ما بيحط، بجيب هو الريباوند وعن جديد للطرفي بيلعب لبرا 18-7 بفوت متري بياخد الفاول، اثنين فري ثروز للمتري ما عجبه لبشارة بستاني. بجسمه فاول، دفشوا بجسمه، تاني فاول على البستاني. متري معدله 5.2 نقط بالجيم، 2.2 ريباوند بالجيم. اول فري ثرو لمتري ان، تالت نقطة للمتري، معدله 21 دقيقة ونص بالجيم. رجعوا فاتوا على الجيم، تاني وحدة يربو 18-20. يرجع عم يشوف بريس، عم نشوف مان تو مان فول كور، صار بيلعب للصوان بيقطع الاوت كريس معلوف، الجمهور والعان غير جيم الباسكت وقت يكون في جمهور، غير نضحك على بعض احلى بكتير، جمهور محمس مثل اليوم والكوتش محمس كمان. عم تبرم صح يفتح الثلاثة ما بيحط، لا ضربة معلم كانت لعبة الزون ديفنس ضد بيبلوس. Thank you.
ثلاثة صعبة كمان جوا رامي ثالث ثلاث نقط له بالجيم بيعطي تقدم لأنيبال 21-20 أول تقدم بالجيم لأنيبال و 12-3 هالكوارتر صوان بفوت بيلعب لبرا سلوم بفوت بيلعب لسعيد أوت على أنيبال 21-20 3 دقايق و 45 ثانية سكور قليل تشينج تاني كوتش تاني عموس عم يعمل كتير تشينجز بالجيم هيدا هلا غيروا لرامي شكله عم بدو اياهم يركضوا كتير وما بدو يتعب حدا كمان حكم زياد طنوس بقال له للكوتش انه اللعيب ما يفوت لوحده بده يروح على الطاوله يقعد على الطاوله سعيد ما بيحط بجيب الريباوند وبحط سعيد هيدا الريباوند للعاشر لسعيد مع 8 نقط بس بيعطي تقدم نقطه لبيبلوس كريس معلوف بفوت على الباسكت بياخد الفاول تين فري ثروز الفريقين بالفاول ترابل 3 دقايق و 24 ثانية دوخني دوخني داني عموس كوتش أنيبال كل نص دقيقة عم بغير لعيب كل نص دقيقة عم بغير لعيب أول فري ثرو إن خامس نقطة للمعلوف الثانية كمان لكريس ست نقط لكريس وبيرتاح كريس كمان ما في ما في 30 ثانية ماكسيموم بفوت يمكن بده اياهم يركضوا على الفاست بريك عند سعيد طابي بالضل مع أنيبال شوفوا هلا اثنين تشينجز دوخني سكيف بالجيم لأول مرة صار ما بيحط ببداية الديراني كريس معلوف بيفوت وبيحط نقطتين كريس معلوف 25-22 كمان انذار لكريس انه يترك الطابة بعد ما تفوت هو بهالطريقة بيوقف الفاست بريك اذا فيه من نقط لكريس وزخم سعيد عن جديد وزخم وزخم بفوت على الباسكت بيلعب لسعيد خمسة على الشوت كوف سكيف بيرجع بياخد طابة سكيف بيخلص الوقت تيرن اوفر كتير محمسين على البنش تبع أنيبال والعانين اكثر من الجمهور بيبلوس لازم يعمل شيء ضد الزومبا لازم يحلها كمان متري بفوت على الباسكت وبحط طارق متري نقطه الخامسه 27-22 واكبر تقدم بالجيم لأنيبال صار بفوت بيلعب باونس باس فاول واثنين فري ثروز لجورج سعيد أكبر تقدم بهالجيم لأنيبال هلا هو خمس نقط أكبر تقدم لا بيبلوس كان 13 نقطة كورتر الأول 17-9 لبيبلوس هالكورتر 16-5 لأنيبال شفتوا الزون شو عمل
سعيد 9 نقاط بصير هو هداف فريق، هو ورامي بوطانوس بتسع نقاط معه 10 ريباوندز. السعيد جورج 27-23 متر من الثلاثة قصيرة، بوكس اوت كتير منيح من جورج سعيد. صار بيلعب لجورج، ديراني بلوك شوت عبدو، بيلعب لجورج، فاول فاول على ديراني. كيف هاي الفاول الرابع على ديراني؟ كل هالخيارات خلت ديراني بثلاثة فاول. ليه غسان بفوت محل ديراني؟ ديراني عمل شغل كتير منيح على الدفاع. 2 فري ثروز. جورج سعيد اول فري ثرو ما بيحطها برا. كمان عم بيحكي معه هو عم بيشوت كريس معلوف، تراش توك، انذار من الحكم، تكنيكال فاول مرة الجاي. تاني فري ثرو بحط جورج 10 نقط و10 ريباوندز. جورج سعيد بأول هاف بيعمل دبل دبل، دقيقة 40 ثانية، 3 نقط فارق، 27 أنيبال، 24 بيبلوس. كريس بيلعب لبرا، طارق قصيري ترجع له، بيرجع بفوت على الباسكت، بحط أول نقطتين له ببطولة لبنان XXL، بطولة لبنان 2021-2022. طارق داغر بحط أول نقطتين له وزخم، بيقطع الطابة لكريس معلوف لبطاقة، بطاقة بحط. هلأ صار أنيبال عم يلعب على الفاست بريك، تغيرت اللعبة، شغل كتير منيح من دربين فريق أنيبال، برموا الجيم كله بالزون، نشوفوا صاروا عم يقدروا ياخذوا فاست بريك، ما عم بيخلوا بيبلوس يتحركوا على الأوفنس، يتفلحصوا إذا بيقولوا. لازم يكون عنده شيء يعمله. عم بحكي عن كاسبار، بدك ما عندك شويطة يقدروا يشوطوا على الثلاثة، لأنه الزون عم يفتحوا لهم ثلاثة وعم يقدروا ياخدوا شوطات فاضيين، بدك توصل الطابة للسنترية، ومش بس لجورج سعيد، السنتر الثاني بده يوقف جوا. عم نحكي عن صوان اذا كان بالملعب، هلا سكيف، سكيف بده يستلم الطابه كمان بقلب الزون. 31-24، دقيقه وثانيتين ليخلص الهاف الاول. كمان مش هين اذا ما عندك شويطه تلعب ضد زون، بدك انا برايي لازم يبرم الطابه يفضوا للبستاني، البستاني يشوت، هيدا الحل. صار بفوت على الباسكت بيلعب للبستاني، فاول. شفتوا عم بحكي عربي، عم بحكي عربي، سمعوني. فات الصقر، لعب للبستاني برا، البستاني بده يشوط، شاط، اخذ فاول، كاتي فري ثروز للبستاني. اول فري ثرو بستاني برا، بدك تحطهم يا بشارة، بدك تحطهم يا بشارة. بشارة معدله من الفري ثرو كان قبل هالجيم 100%، كان شايط بس كاتي فري ثرو حاطط كتير. تاني فري ثروين
اول نقطة للبستاني. بستاني بدك تفيق وتلعب بهالجيم، بدك توعى. تاني فريكرو برا اوت عصار 25-31. انا برأيي البستاني هو مفتاح ضد الزون. عم بحكي لبيبلوس، هلأ صاروا عم يلعبوا بريس. بيبلوس رامي بيلعب للمتري هالتلاتي، المتري بحط التلات نقط، الجمهور ولع، المتري 8 نقط، 34-25، اخر 30 ثانية من الهاف الاول. بالزاوية علانين لتاني ميل عن جديد بالثاني صار هلا بشوت ثلاثة. رامي بجيب الريباوند، بدك تلعب اخر 8 ثواني. فاول، 2 فري ثروز لغسان. يمكن هاي تاني او تالت طابة بتوصل على البوست بالهاف كله لانيبال. غسان 2 فري ثروز، اول فري ثرو برا. غسان معدله 53% من الفري ثروز. تاني بحطها برا، بجيبها وبشوت جامب شوت ميد رينج، ما بيحط، بتروح عند عبدو. عبدو من نص الملعب بشوت قصيرة، بيخلص الكوارتر الثاني. الهاف الاول 34-25 لانيبال. بذكركم بيبلوس كان متقدم بالجيم 13 نقطة فرق، رجع انيبال لعب زون، زون كتير حلو، جمهور والعان، يعني هيدا الجو، هيدا الجو لازم يكون بكل الجيمات. نتمنى حط الماسك، وينه؟ حط الماسك، بعت الماسك، هلا بشوفك ابوك. هيدا الجو لازم نشوفه بكل الجيمات. مثل ما قلت لكم 13 نقطة الفرق، اللعب زون 2-3، تغير وضع الجيم كله. كوش كسبار عنده شغل كتير، برجع بقول لكم المفتاح تكسر الزون هو راح يكون بشارة بستاني، هيدا هو المفتاح، هيدا اللي لازم يلعب عليه كوش كسبار. لنشوف شو بده يصير بالهاف الثاني. خلينا نحن وياكم والاس بي اي نرتاح شوي، لان ما بقى عندي نفس عم بحكي كثير. جيم حلو، جيم كثير مهم، مزبوط بين العاشر وال11، بس كثير مهم، جيم حماسي. رح نرتاح معكم حوالي 10-12 دقيقه ونرجع للهاف الثاني. ما تروحوا بعيد، خليكم على اس بي اي صوت بيروت انترناشونال.
اهلا وسهلا فيكم مشاهدي الاس بي اي صوت بيروت انترناشونال. نحن بزحلي، اهلا وسهلا فيكم مره تانية بزحلي، بردانين عم نعلي على الجيم وعم نحضر الجيم بين انيبال زحلي وبيبلوس. ماتش معركه بين فريق العاشر اللي هو بيبلوس و11 يلي هو انيبال. انيبال بعد ما ربح ولا جيم، بيبلوس ربحان جيم واحد كان ضد اطلس. الهاف الاول خلص 34-25 لصالح انيبال اكيد. الكوارتر الاول خلص 17-9 الكوارتر الثاني 17-9 لبيبلوس، قدروا يتقدموا 13 نقطه فرق بالهاف الاول بالكوارتر الاول. الكوارتر الثاني 25-8 لا اطلس، لا مين اطلس، لا لانيبال. هاف تاني راح يكون كثير منيح مثل ما قلت لكم وبرجع بعيد لكم. دفاع زون اشتغل كثير منيح ل انيبال. بس بهالوقت بدي اقول شغله غير عن الباسكت، هي على البينج بونج. بدي اقول في شخصين مبيضين لنا وجهنا كثير، متصدرين الترتيب العالمي للبينج بونج تحت 11 سنه، تحت 11 سنه. بيسان شري بنت من لبنان، عايشه بلبنان، عم تتمرن بلبنان، عم بتروح تشارك بدورات بكثير من دول العالم ومتصدره الترتيب العالمي. اسمعوني منيح، ترتيب العالمي لاندر 11 تحت 11 سنه. ميشيل ابي نادر عايش بدبي، ثاني واحد بالترتيب العالمي بالبينج بونج اندر 11 تحت 11 سنه. مبروك للاثنين وخليكيكم بهالهمه. واول سله بالكوارتر الثالث لانيبال لا غسان ابو طاقه 36-25، يعني مستقبل واعد لهالاثنين بيسان شري وميشيل ابي نادر. يعطيكم الف عافيه. عم نشوف هلا شو دفاع بلوك شوت من غسان ابو طاقه دغري بفوت داغر بيعطي الباس لغسان. بدكم ترجعوا بسرعه لبرا انيبال. بيبلوس صوان لعب لجوا بياخذ الفاول من غسان. هيدا اللي عم نحكيه. هيدا اللي عم نحكيه، تلعب لجوا تحت السلة. اوت اوف باونس. اوفنسيف فاول. طابة مع نيبال. رامي يفوت على الباسكت. وين الهلب؟ وينك يا صوان؟ وينك يا جورج؟ بدكم تساعدوا، مش اذا واحد قطع عبان وبفوت على الباسكت ما في حدا، بده يكون في هلب. بدنا نشوف الطابة وين عم بتكون. بستاني ستيل، بتضل مع البستاني. داغر بيقطع على اوت. طارق 38-25 عم بكبروا الفارق ل 13 انيبال. جورج بحط نقطتين 12 نقطة، هداف الجيم مع 10 ريباوند، أكثر لعيب عامل ريباوند بالجيم. معلوف زون. تيرن اوفر. هيدا التيرن اوفر السابع على نيبال. شوفوا عاملين 15 تيرن اوفر بيبلوس. صوان. عن جديد سلوم بيلعب لصوان. صوان تيرن اوفر. رامي
حمد طرفي فاول سلو طرفي تبرم عن كريس كيتي ما بيحط داخل صواب بيفوت على الباسكت ما بيحط تب ما بتفوت عند رامي بيلعب لك كريس كريس على الفاست بريك ما بيحط الريباوند لبشارة فاول على داخل طارق فاولين على أنيبال فاولين على بيبلوس بهالكوارتر ثالث هيدا ثالث فاول على طارق داخل عم شوف دفاع مان السلوم بيفوت على الباسكت بيده الشمال بيحط السلوم اول نقطتين له بالجيم 38-29 معلوم كريس ما تخليها كثير بايدك يا كريس مانع الشوت كلوك معلوم بفوت صعبه شفت وقت تخليها كثير بايدك ببطل فيك تتصرف بطابه بريحتك باخر الوقت جورج فيك فاول دين فري ثروز لجورج ابو طاقه ثالث فاول ابو طاقه ثالث فاول غسان ثلاثه فاولز ديراني أربعة فاولز اثنين سنتريه تبع أنيبال بالفاول ترابل صوان فاول واحد أول فري ثروين لجورج صوان فاول واحد وسعيد فاول واحد ثلاثة فاولز الوحيد اللي عنده ثلاثة فاولز بفريق بيبلوس هو بشارة بستاني ما بحط التاني جورج طب مع مين أنيبال بعدني ما فهم قصته لسكيف ليس كيف ما عم يلعب اليوم محمد رامي ما بيحط غساب بيجيب الأوفنسيف ريباوند كمان ما بيحطها الطابة مع أنيبال غسان لرامي رامي بفوت على الباسكت بيلعب لزياد طنوس بس زياد الحكى ببلاطة منو واعي زياد فيق يا زياد توصل عند جورج بيعد له ايه تركه يلعب تحت الباسكت بدك تحط يا جورج بدك تحط تاني ميل فاست بريك سريع سريع والطرفة محمد بكبر الفرق العشرة 3-0 للطرفة هلأ زون عم نشوف أنيبال رجعوا زون بلش بأول خمس دقايق مان رجع قلب زون أوفنسيف ريباوند كمان ما بيحط أوفنسيف ريباوند تاني صوان وفاست بريك تاني ميل لرامي ما بيحط متر الريباوند تفلت منه ما كان لازم يعمل دربل باس دخري لبرا لمحمد طرفي لحاله كان يعني اول اربع دقايق ونص لعب مان عم بيحكي عن أنيبال رجع على زون لانه كل الحكي بالهاف تايم كان راح يكون على الزون عم نحكي بيبلوس توصل عند الصوان هيك لازم يلعبوا
هيك لازم يلعبوا. عم بحكي عن بيبلوس. بتعش جوا بتزت لبرا للبس تاني يشوت. طارق داخل. رامي. سبعة ستة. رامي ثلاثة صعبة جلسة جوا رامي. رامي. رامي بيحط رابع ثلاث نقط إلو. 14 نقطة لرامي. صار. سلوم. بستاني عجقة هالميل كل اللعيبة هالميل غلط. صوان على البزر بحط بستاني. شوفوا يا جماعة البستاني اخد اتمت وحدة بالجيم. هاي رابع نقطة للبستاني. مشايط على السلة. كيف من احسن لعيبة عندك بالفريق بقى. حلو هالفيك. حلو هالفيك يا طرفة وبحط الطرفة. بكبر الفرق لثمانية بعد ما كان نزل للستة. حلوة هاللعبة. كمان فاول. عم بيطالبوا بان سبورتس مان لايك فاول على جورج سعيد. ما في عن سبورتس مان لايك. خمسة واربعين خمسة وثلاثين. بدك تعمل دبل. صار صار بالزاوية. تعمل دبل تيم. كمان سكيف. طرفة هيدا. هيك انا محل بيبلوس كمان في جرب العب زون. متري حلوة كتير يا متري. عشر نقط للمتري. بيعطي الفريق 12 وتيرن اوفر الطابع عندنا. تيرن اوفر. سكيف. جماعة الالترانيك وراي مبسوطين أكثر من جيم الالترانيك. مبسوطين لزهلي. توني وخيو. رامي. متري. رامي عن جديد. تيرن اوفر عن سكيف. سكيف يي لعب له باس. طقة طقة. اكبسها اكبسها. فرحنا. صار من ثلاثة. صار برد بثلاث نقط. صار برد بثلاث نقط. دقيقتين ونص تقريبا ليخلص الكوارتر الثالث. الفرق 11 49 38. ايه لازم يجرب زون شوي. عم بحكي عن بيبلوس. طرفه حلو الفيك. حلو الفيك يا طرفه وحلوه السله. روح يا طرفه روح. بيعطي الفرق 13. الحاج بياخد الفاول. واحدة وخمسين 38. اول فري ثرو للحاج برا. هيدي
تاني فري ثرو حاج إن. عمر ثالث نقطة لعمر. تايم أوت أنيبال 39-51 هداف الجيم لهلا رامي أبو تانوس 14 نقطة، جورج سعيد 13 نقطة، أكثر لاعب عمل ريباونز 10 ريباونز جورج سعيد. هاي أنترانيك، هاي أنترانيك كبشناهن. روح شوي لتاني ميل، نلعب خيو كمان جاي مع العيلة. وين الأولاد؟ وين الأولاد؟ ما جايب أولادك معك كمان؟ العيلة كلها. هاي روح شوي هيك بعد لتاني ميل نشوف خيو. فمثل ما قلنا أكتر لعيب عامل ريباونز جورج سعيد 10، وأكتر لعيب عامل أسيست كريس معلوف 4. بيبلوس 19 ترنوفر بالجيم، 10 ترنوفرز لأنيبال، 5 بلوك شوتس لأنيبال، 1 لبيبلوس. شوفوا يعني بين الترنوفرز 9 ترنوفرز زيادة عم نحكي لبيبلوس، وفي ستيلز 11-4 ستيلز، 7 ستيلز فرق. هيدول فارقين الجيم، هيدول فارقين الجيم، مع انه ريباوندز 37-28 ل بيبلوس. عم شوف بريس، شوف بريس، متري قطع رامي بيلعب ل ابو طقه، رامي عن جديد ماني على شوتك، رامي بفوت على الباسكت بحط رامي ابو طقه. كمان انذار لا بنش أنيبال. زون ثلاثة، هيدا الحل الوحيد. بس شوفوا بعد شو اسمه كيف عم يفوتوا فاست بريك، شو حلوة الريفرس لاب يا بشارة، شو حلوة الريفرس لاب. 55-39 حج اوت. اوت اوف باونس 14 على الشوت كلوك. سكيف، سكيف بفوت على الباسكت ريفرس لاي اب. سكيف بحط اول نقطتين له. سكيف لعبان تقريبا 5 دقايق ونص بهالجيم، ما بعرف ليش، برجع بذكركم هو هداف الفريق. فاول اوت اوف باونس. هلا صاروا الفريقين بالفاول ترابل. متري طارق بشوط المتري ثلاثة ما بيحط، الريباوند عالي للحاج، لازم ينطروا ليخلص الجيم 15 ثانية. بكير يا حاج، بكير يا حاج. تاني ميل 8-7 عم تمرق لاخي على البزر، الطرفة ما بيحطها تحت، غسان كمان التب ما بيحطها. 55-41 فرق 14. غلط الحاج، لازم ياخد وقته اكتر، اعطاهن ادم كان فيه حطوا نقطتين فيهم. 55-41 جمهور ولعان مبسوط بزحلة.
الشباب حافظين الغنية عم بغنوا حافظينا. اخر 10 دقايق من الجيم 55-41 14 فرق. شو راح يعمل بيبلوس باخر كوارتر؟ دغري بيصيروا بالملعب فريق أنيبال. بيبلوس بعده عم ياخدوا اخر تعليمات كوتش كسبار اسحاق. أنيبال طابة مع مين؟ ضاعوا ضاعوا لنشوف مع مين الطابة. طابة مع أنيبال بقول الحكم. طابة مع الأزرق مع بيبلوس. جورج سعيد لازم يكون بالجيم. سكيف بفوت على الباسكت وبيحط سكيف. رابع نقطة للسكيف. بده يصير دبل تيم. ايه على الزاوية. طرفة. تيرن اوفر. دفاع منيح من سكيف. صار مستاني سكيف كمان بفوت على الباسكت بيلعب للصوان. سكيف على الجديد ثلاثة من سكيف. سكيف بحط ثلاث نقط. خمس نقط ورا بعض لسكيف. سبع نقط سكيف. بينزل فرق لتسعة. تسع دقايق ليخلص جيم. أول موف بنشوف بالجيم هيك ظهروا للسلة السنتر من أنيبال بيبرم وبيحط نقطتين. غسان أبو طاقة 12 نقطة لغسان. صوان سكيف عجديد عم تبرم. صوان ثلاثة. ريباوند لأبو طاقة. أبو طاقة ست ريباوندز 10 نقط. ثلاثة ثلاثة لمحمد طرفي. محمد طرفي 10 نقط. صار لسكيف. سكيف بفوت على الباسكت بيلعب لابس تاني بتفلت منه. رامي بياخد وقته. صح عمل صح رامي. محمد طرفي طرفي متري طارق فلوتر ما بيحط. سكيف صقر بيلعب لسكيف. سكيف بيحط سكيف. تسع نقط لسكيف. انتبه من ال من التكنيكال يا سكيف. ثلاثة رامي. رامي رامي بيوطانوس خامس ثلاث نقط بالجيم لرامي. أهم من هيك بيطلع الفرق ل 15. سكيف بياخذ الفاول.
على رامي. رامي هداف الجيم ب 17 نقطة. سعيد بفوت على الجيم. ثلاثة وستين، 48. اثنين فري ثروز لسكيف. اعتراض من بنش. اول فري ثرو لسكيف ان من بنش. انيبال بقولوا كان بعده عم يعمل تريبل. تاني فري ثرو سكيف 11 نقطة. ما بعرف ليه بدنا نسأل بعد الجيم. أبو طاقة، لا هيدا بشارة سابا بجيب الأوفنسيف ريباوند، بجرب يحطها فولو ما بيقدر، بس بياخد الفاول بيطلع له اثنين فري ثروز. 50-63 هاي هي فاول على البستاني، ولا فاول على البستاني الرابع على البستاني، فاول الرابع على بستاني. اثنين من اثنين بيطلع الفرق ل 15. وستيل من سابا، سابا بيلعب لمتري، متري يوم كبير لانيبال. هيدا احلى جيم بيلعبوه السنه انيبال، اهم جيم ببطوله لبنان لانيبال كانوا عم يلعبوا فيه، احلى جيم. صار طقه بستاني، اثنين فري ثروز للبستاني. هاي الفاول اول فري ثرو بستاني ان. تاني فري ثرو كمان ان، ست نقط للبستاني. وسخم بفوت على الجيم. تلتاش فاصل اثنين نقط بالجيم شارة بستاني افريج يوم ستة. فاول عسكيف. اول فاول عسكيف، بس هيدا فاول الثاني على بيبلوس. كل فريق عليه فاولين. ووكينج تيرن اوفر. الفرق 15، 6 دقائق ليخلص الجيم. وزخم وزخم عن جديد. صار سكيف، سكيف بحط السكيف. 13 نقطة لسكيف. متري طارق شارة، شارة بفوت على الباسكت وبيحط. شارة سابا نقطه السادسة. صار
عند السكيف مزخم شوت يا مزخم ما بيحطها ريباوند لابو طقة ريباوند السابع لابو طقة 12 نقطة مع 7 ريباوند رامي يا بلا محمد لبشارة عن جديد لبشارة ما بيحط جرب يجيب الريباوند ما بيحط فاول بيوقف الهجمة طارق متري تسعة وستين أربعة وخمسين تايم اوت بيبلوس لألكم شوي ستاتس من النقطتين أنيبال 20 من 45 أتمت 44% 15 من 35 أتمت لبيبلوس هاي 10 أتمت زيادة هاي 10 أتمت زيادة لأنيبال من 3 نقط 7 من 21 لأنيبال 33% 3 من 14 3 من 14 أتمت ل بيبلوس هاي كمان أتمس زيادة يعني بالمجموع الأتمس 66 أتم لا أنيبال 49 أتم لا بيبلوس في 17 أتم زيادة أكيد إذا في 17 أتم زيادة بده يطلع عندهم أفضلية إنه يكون الجيم إلهم مع انه الريباوند في فرق 6 لصالح بيبلوس بس ستيلز اللي عاملين فرق 13-4 فرق 9 ستيلز وكل ستيل عم بتحكي فيه نقطتين البلوك شوت 5-1 لانيبال تيرن اوفرز 12 انيبال 21 لبيبلوس جيم عاطل جدا لبيبلوس لهالوقت الحكام عم يتجاوروا عم يتأكدوا من ال 24 ثانية سكيف فاول وزخم 2 فري ثروز صاروا بالفاول ترابل أنيبال أول فري ثرو لأبو زخم إن تاني فري ثرو برا طارق لرابي داخر بحط ميد رينج رابع نقطة للداخل صار بيلعب لسكيف ستيل من داخل ورا ظهره الباس رامي لعب باس تاني مثل ما لعب الباس الداخل انت لازم تلعب باس تاني يا رامي شوفوا ورا ظهره ليكو وينه متري بياخد الفاول 2 فري ثروز بدنا نشوفها على الريبلاي اذا بتعملوا معروف عنا الحكام كمان مرة بتعمل معروف
بعد مرة. فاول عادي بياخدوا الار الحكام، واضحه كان عم بيلعب على الطابه وزخم. بذكركم هداف الجيم لهلا هو رامي بوتانوس اللي عم بيشوت الفري ثرو، اول فري ثرو له ان، هو معدله عاده 5.3 نقط بالجيم، 2.5 ريباوندز بالجيم و2 اسيست. اليوم عامل لهلا مع هاي 18 نقطة مع 7 ريباوندز مع 2 اسيست، جيم كبير لرامي. مشارة بيلعب لسكيف، فاول، فاول على داغر. هلا صاروا بالفاول ترابل، لا أنيبال بالفاول ترابل، بيبلوس ما عندهم مش بالفاول ترابل. 2 فري ثروز لس كيف، لس كيف اول فري ثرو ان. تاني فري ثرو كمان ان، 15 نقطة لسكيف. بس قدي لعبين سكيف؟ لعبين تقريبا 14 دقيقة، 14 دقيقة لعبين سكيف تقريبا، هو هداف فريقه ب 15 نقطة. فاول، فاول على ابو زخم. هلا صاروا بالفاول ترابل كمان بيبلوس. متري باوس باس حلو، بلوك شوت من سكيف، بتروح بسرعة عند بوزخم، بوزخم بفوت ما بيحط. ريباوند لمين؟ جامبول. طابي مع أنيبال، هاي فيها اوفنسيف فاول، كان فيها اوفنسيف فاول، انه اذا اخذ 3 دقائق بدك تلعب بريس بدك ايه؟ عم بيقول له الطابه مي بقشطوا اياها، عم بيحكي شو بيقول له؟ شو صار معنا؟ كوسراني ضاع فرطيا. طرفة لبرا متر 3، ابو طاقة بيعمل لها نكسي تب ترجع لا متر على 3 ما بيحط. ريباوند سلو، طابع على الارض، هلا بده ينشف الطابه، عم بيقول له للحكم بدنا ننشف الطابه، اخذها وراحت سله حلوه. 13 نقطه الفرق، 72-59. كمان تكنيكال فاول على رامي، هيئته كان عم بيشارع، هيدو كان عم بيشارع وقت قال له للحكم انه الطابه عليها مي. رابع فاول على رامي،
كيف بحط الفري ثروز كيف 16 نقطة لسكيف. تايم اوت رامي هلا اللي عمل تكنيكال فاول هو هداف الجيم ب 18 نقطة واكثر لعيب عامل ريباوند بفريقه رامي ب 8 ريباوندز. أنيبال 12 نقطة فرق عم يتوجه ليربح الجيم الأول له ببطولة لبنان XXL بطولة لبنان 2021-2022. هلا والعاني بين الثلاثة الآخرين ببطولة لبنان يعني بين هومنتمن بيبلوس وأنيبال كل واحد من هالفرق إذا ربح اليوم أنيبال بيكون ربحان جيم وخسران 8 أطلس وراهم ربحان جيمين وخسران 7. إذا ربحها أكيد اليوم بلا شوف ثلاثة ما بيحط بيجيب سكيف الريباوند سلوم سلوم بيفوت على الباسكت ما بيحط أبو طاقة بيلعبها لكريس وستيل من بوزخم عن جديد لبوزخم بوزخم بيفوت على الباسكت ما بيحط بستاني بيجرب يجيب الريباوند ما بيقدر. دقيقة و 54 ثانية 17-9 الكوارتر الأول لبيبلوس 25-8 الثاني لأنيبال الثالث 21-16 لأنيبال هيدا الكوارتر 19-17 لبيبلوس. متري بيطلب سكرين بيلعب لكريس أبو طاقة أبو طاقة على إزاز أبو طاقة على إزاز أبو طاقة 14 نقطة لأبو طاقة مع 7 ريباوندز. سلوم بستاني بيوقع البستاني ضل مع سكيف سكيف عم جرب يقشطوا إياه 3 على الشوت كلوك 2 بيخلص الوقت دفاع كتير منيح من طارق داغر بس كيف عم يحتاج الجمهور والبنش واللعيبة بزحلة كيفين تكنيكال فاول مثل ما شايف طارق داغر واحدة من اثنين ما بعرف شو الصفرة كانت غريب ليش شوطين كمان فري ثرو
حكام عم يحكوا مع بعض. طابي مع أنيبال 76-60. بتصور الجيم خلص خلص، لازم فير بلاي إذا فينا نقول. أبو طاقة، أبو طاقة ما بيحطنا قبل بشوي. أبو طاقة طاقة على الإزاز، هلا ما قدر يطاقة على الإزاز. صوان بياخد الفاول. اثنين فري ثروز لصوان. يعني أنيبال أول جيم إلهم، الجمهور مبسوط، عم بيأتي اللي يضل بالدرجة الأولى. صوان أول فري ثرو إن. تاني فري ثرو كمان إن صوان. داخل تبرم صح لرامي. طارق متري تيرن اوفر، ترجع لعند مين؟ عند طرفي. طرفي بيلعب على اوت. تايم اوت لبيبلوس. خلاص فرق 14 نقطة 21 ثانية. خليكن عبرمي على الجمهور مبسوطين، الجمهور مبسوط، بنش أنيبال كله مبسوط، كل اللعيبة، الجمهور الكوتشز كلهم. اخر 21 ثانية من الجيم. كله عم يلعب لانه كل نقطة بتأثر بين الاوي والرتور، كله عم بيقاتله لانه كل نقطة بتأثر. ثلاث نقط الفرق بيأثر كتير، كرمال هيك ما عم بيكون في فير بلاي، وكرمال هيك عم بيخانوا على كل نقطة الفريقين. كيف راحت عم بالي هاي؟ عبول فير بلاي وخلصت. لا عم بيقاتلوا ليكون فرق أكبر، لأنه في هلا جيم رجعة. إذا ضلوا قد بعض، إذا خسرانين جيمات قد بعض، بيشوفوا الفرق بين الفريقين، مشان هيك عم يلعبوا للآخر الفريقين. حتى هلا باخر 6 ثواني رح يجربوا أنيبال يحطوا سله، لنشوف. اوفنسيف ريباوند باسكت مع فاول لجورج سعيد. 15 نقطة لجورج مع 13 ريباوند. تاني لعيب بيطلع بخمسة فاول من
فريق أنيبال. ما بحط اوفنسيف ريباوند كمان ما بحط. خلاص خلاص خلصت 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 خلصت. أنيبال بيربح اول جيم له ببطولة XXL بطولة لبنان 2021-2022. ولعت هلا من تحت، ولعت من تحت. ثلاث فرق عندهم خسارة واحدة، هومتمن بيبلوس وأنيبال. يعني احتدمت البطولة، احتدمت. خلينا نبلش مع كوتش عبوس. كوتش داني مبروك، اول ربح لكم بالبطولة. مرسي مرسي كتير. وقت حكينا قبل الجيم قلت لي مرتاح مرتاح يعني محمس، بس حاسس حالك رح تربح الجيم، خاصة ما لعب توبي بس بوجود كمان طارق، طارق داخل. بس الجيم كله اول على الزون، الجيم كله فرق على الزون. دفاع الزون لعبتوا 2-3، هيدا اللي فرق الجيم. كنتوا خسرانين عم تعرفوا، صح 100%. لعبتوا زون، حضرنا للجيم كثير منيح، ماكسيموم تحضير للجيم، سكاوتينج كل شيء كل شيء، كان تحضير كان كثير منيح لهذا الجيم. اجى طارق داخل هو بلس لنا، اعطاهم معنويات للشباب لاكثر ولاقل، بيلعب مع الفريق اكثر. وبدي ارجع اشكر جمهور زعلي، جمهور زعلي اللي كان معبي المدرج، وكل فريق بده يطلع يلعب بزعلي لازم يشوف انه في جمهور زعلي، مثل جمهور حكمي، جمهور رياضي، جمهور أنيبال. هو كان اللاعب السادس اللي متعودين عليه. بدي اقول لك مبروك، يعطيكم العافيه، اشتغلتوا كثير منيح بالجيم، انتم الجهاز الفني للفريق أنيبال، عملوا شغل كثير كثير منيح بالجيم، خاصه بالصوت. يعطيكم العافيه. محمد كيف؟ حبيبي اول شيء هارد لوك حبيب قلبي. ثانك يو. ليك 15 دقيقة لعبان، ليه؟ اول هارد مشيتك على الملعب من الجمعة 15 دقيقة، بعدين قبل ما تحكي خليني انا احكي، 16 نقطة وريباوندز ما بعرف قد ايه عندك اياه، ستة او سبعة، بس شغلك كثير كبير ب 15 دقيقة. ليش؟ يا اخي الي جمعة ونص ما تمرنت. لك شباب بس كنت تعبان شوي وهلا خلصت الخير. وهلا الي يوم عم بتمرن، مرنت بس هلا يوتس النقل. ايه خلص الحمد لله. وهلا اليوم هيك الحمد لله عارضون جمهور، اول مره بلعب جمهور. ايه لعبوا احسن منا كثير، ما عرفتوا تلعبوا على الزون ابدا، ما موفقين كنا على الزون على ابدا. لا ما اجت ولا شوطه، جبت شوطه هنيك بس. انت كانت الفكره انه ما تلعب ابدا، اذا عزوك تلعب يعني عم يفرق الجيم، كل جهه عم يفرق الجيم، لازم تبلش اول. كان عنده شيء الكوتش ما بعرف، انا بلعب حسب الجيم كيف بيمشي. اكيد هيدا بس كنا عم نعرف شو صار بالجيم. يعطيك العافيه، جود جيم لك، هارد جيم، هارد لاك لفريقك. ابو مطانوس كيفك؟ تمام. مبروك اول جيم بالبطوله. ميرسي يعطيك العافيه. شو ما بقى عم يطلع صوتك؟ طيب عم نسمع بعض لعيبه بالملعب، قربنا الميكرو اذا بتريد. مش عم مش عم نسمع بعض بالملعب، مضطرين نصرف. يعطيك العافيه، خمسه ثلاث نقاط بس، مش بس 18 نقطه اللي حطيتهم بالجيم، هن اللي من مين؟ تسعه ريباوندز. مش بس 18 نقطة اللي حطيتهم مهمين، التسعة ريباوندز كثير مهمين، وكيف أديت الطابة وكيف سيطرتوا على الجيم، احكيني على الجيم ككل. الحمد لله صار لي من نهار الخميس هون نايم بسحلة، تارك شغلي ونايم هون وعم نحضر لهيدي الجيم، لأنه بتعرف قد إيه مهمة هيدي الجيم لإلنا، والكوتشية صراحة اشتغلوا وحطوا كل تعبهم على هيدي الجيم، الحمد لله عطينا نتيجة. احلى وجاي احلى هلا. هيدا من الجيمات القليله بشوف، من الجيمات القليله بشوفكم عم تركتوا فيها، عم تركتوا على الفاست بريكس، عملتوا ستيلز كثير، يعني اذا فينا نقول عاملين 15 ستيل بالجيم واكثر من هيك على الزون، عم تقدروا
تلموا ريباوند وتركضوا على الفاست بريك. خبرني كنا صراحه عم نلعب بقلب واحد، كنا عم نلعب كفريق يعني. بتشوف الجيمات اللي قبل كنا شوي هيك فارتين مفرطعين، عرفت كيف؟ هلا لا جمعنا بعض عم نلعب كفريق، الحمد لله عملنا نتيجه وبعد رح نشتغل اكثر واكثر. يعطيكم العافيه رامي، ميرسي وليد، يعطيك العافيه. أنيبال مبروك. واحتدت المنافسه عن جديد مثل ما بنقول لكم بال من تحت، مثل ما بحتد من فوق محتد من تحت. ثلاث فرق، هومنتمن، أنيبال وبيبلوس، كل فريق منهم عندهم ربح، أطلس وراهم عندهم اثنين ربح، فمعارك ورح تحتدم مثل ما بيقولوا. صرت عم بحكي فصحى، روح بقى معارك وماشي من تحت ومن فوق. نحن رح نشوفكن بكرة بجيم جديد. بكرة الجيم رح يكون بين بين دينامو مين الجيم بكرة؟ بكرة 7:30 بين دينامو وألترانيك. جيم دينامو أكيد هو الفيفوريت، بس ألترانيك عم يعملوا شغل حلو. لكن خلينا نشوفكم بكرة على 7:30 دينامو ألترانيك بفؤاد شهاب، ما بلعب فؤاد شهاب لبكرة. خليكن على SBI، خليكن عم تحضروا SBI. منشوفكن بكرة، باي.